حلو قوي ان يكون عندنا معارض كتاب، لان معارض الكتاب هي مؤشر على نشاط الثقافه في اي مجتمع، لان طالما انت بتحتاج تعمل معارض كتير يعني عندك طلب، يعني عندك فرصه للتجميع، بتقدم اسعار كويسه، بتقدم معروضات الكتب بشكل يشجع الناس جدا. يعني عندنا معرض زايد الدولي، عندنا معرض الاسكندريه اللي بتعمله هيئه الكتاب غير معرض مكتبه الاسكندريه، عندنا معارض دورية في المحافظات، بورسعيد، السويس، راس البر وغيرها من المحافظات. ده طبعا غير المعرض الكتاب الدولي اللي بيقام في أرض المعارض في القاهرة. بعد بكرة النهاردة الاثنين هيكون الافتتاح بتاع الدورة 19 لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي، هيكون مكمل معانا اليوم 28 من يونيو بالتعاون مع هيئة الكتاب واتحاد الناشرين المصريين. المعرض السنة ده هيضم 77 دار نشر مصرية وعربية، في جناح للطفل مخصوص، في أكتر من 10 دور نشر متخصصة في كتب الأطفال، وطبعا جناح لسور الأزبكية للكتب القديمة. المميز للدورة دي إنها هيطلق فيها لأول مرة جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة. إزاي وفين؟ خلونا نعرف من الدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية. أهلا وسهلا دكتور أحمد. أهلا أستاذ خيري، أهلا بحضرتك يا فندم. إزاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله الحمد لله، أهلا بيك. أهلا بيك. ممكن نطمئن ماذا في هذا المعرض هذا العام يغري وندعو الناس لزيارته؟ وطبعا أولا المعرض بيقام في الصيف، حضرتك عارف ان الاسكندريه في الصيف بتكون مليئه بال ده مليئه زياده عن اللازم قوي يا دكتور. طبعا مفيش موضع لقدم على الشط. احنا بالفعل بنفاجئ بعدد الناس الزائرين في المعرض كل سنه. السنه اللي فاتت كان في عدد كبير، السنه دي برضو كان في، حتى قبل ما نفتتح المعرض كان في الناس مستنيه عشان الافتتاح يدخلوا المعرض اعداد كبيره جدا، خاصه من الشباب وحتى بعض الاطفال وبعض الاسر اللي جايبه معاها الاطفال بتوعها. المعرض السنه دي في حوالي 77 ناشر من مصر والوطن العربي. عندنا موسم ثقافي عاملينه خلال ال 15 يوم بتوع المعرض. احنا عندنا 160 نشاط ثقافي هيساهم فيه 600 مثقف ومفكر وروائي وشاعر واديب وحتى في تكريم للحاصلين على جوائز الدوله. يعني كان احنا عندنا نشاط ثقافي رهيب خلال المعرض، يعني من الصبح الساعه 10 لغايه الساعه 10 بالليل 12 ساعه، كل ساعتين مع بريك بسيط في يعني نشاط ثقافي. طبعا الحضور النهارده في المعرض حضر معالي المحافظ، معالي وزير الثقافه، رئيس جامعه الاسكندريه، مندوب عن الازهر، مندوب عن وزاره الاوقاف، معظم رؤساء تحرير الصحف، النواب، يعني كان رائع، تجمع كبير جدا. واحنا اعلنا في المعرض ده احنا بنحضر لجائزتين في المكتبه دي لنا سنه كامله، والجائزه الاولى هي جائزه القراءه، لانه ده طبعا حاجه انا كان بالنسبه لي حلم ان انا اعمله يعني، والحمد لله ده رائع. دي جائزه قيمتها قد ايه يا دكتور؟ والله احنا عاملين الجائزه شويه مختلفه عن اي جائزه، يعني في الجائزه انت دايما بتكرم العشره الاوائل ال 15، احنا في الجائزه دي هنكرم 100 قارئ. 100 قارئ؟ يعني هندي القارئ الاول 50,000، وبعدين هننزل بعد كده الثاني 40، الثالث، لغايه ما نيجي عند ال 50، وهندي كل الباقيين لغايه اخر القائمه 100% 3000 جنيه. يعني احنا عاملين حوالي 600,000. ده كويس جدا والله يا دكتور. للمسابقه كلها، وعندنا رغبه او يعني امل كبير جدا ان ال 100 اللي هيفوزوا دول هنستضيفهم في الاسكندريه، هيزوروا المكتبه وهيزوروا مدينه الاسكندريه، هنعمل لهم دوره تثقيفيه توعويه ثقافيه لمده 15 يوم او 21 يوم. هو ده المهم، وهو ده الاهم حاجه طبعا في الموضوع، وان احنا كل واحد يبقى رايح عندنا امل في ان هو يفتح افق لناس اخرين في القراءة. طب نشترك ازاي يا دكتور احمد؟ يعني اللي بيسمعونا دلوقتي وعايزين يشاركوا، ايه المعايير اللي تخليني؟ احنا عملنا موقع للجائزه. مجرد الواحد ما يدخل على الموقع ده وفي كيو ار كود كده موجود على احنا مشيرينه على حاجات كتيره جدا، على المكتبه وعلى
الفيسبوك وعلى يعني اللي عايز يعرف يدخل على المكتبة؟ بيدخل على المكتبة طبعا. بيسجل، أول ما بيسجل حضرتك بيديله، احنا طبعا بنحط كل سنة في موضوع القراءة تيمة معينة وبنكتب مجموعة من الأوراق كده على التيمة دي. احنا حاطين السنة دي مصر في القرن التسعتاشر، أي يعني تاريخا وأدبا وفنا وفكرا، أيوة، بحيث أن القارئ ومدينه مجموعة من الكتب حوالي 20 كتاب بتغطي الفترة دي، ومدينه الرابط بتاع كل كتاب يدخل عليه بيفتح له الكتاب ديجيتال يعني رقمي يقدر يقراه على الكمبيوتر. يعني احنا موفرين له حتى. طيب وهيتم الاختبار ازاي؟ الاختبارات بقى كلها إلكترونية وتصحح آليا. أوه كويس. يعني احنا يعني بعد شهرين من التسجيل هنقول له على الموبايل بتاعه ادخل الاختبار يوم كذا. عندنا بنك أسئلة فيه حوالي 1000 سؤال عن الفترة دي، متوزعين ما بين أسئلة بسيطة جدا، أسئلة متوسطة، أسئلة صعبة، واللي وضحها وحكمها كبار أساتذة التاريخ والفكر اللي موجودين في معانا في مصر. وفي الاختبار الأول بيديله من الأسئلة البسيطة، يختار له 50 سؤال عشوائي بحيث أنه كل واحد مختلف عن التاني من الألف سؤال، ولو هو يجتاز 50% بيقول له أنت عديت، يعني بيصحح له هو واقف. أيوة. يعني قبل ما يخلص بيديله النتيجة. طب يا دكتور أحمد، لو أنا خيري أهو عايز أدخل أقرأ الكتب وأقرأ في المرحلة دي حسب رؤيتكم، أقدر أعمل ده بدون ما أشترك؟ لا، هو تقدر تعمل حضرتك من غير ما اعمل لنفسك، بس ادخل، الواحد يدخل يعمل لنفسه حساب، بتاخد منه دقيقة واحدة. يعني هو بيدخل على الموقع بيقول له سجل الآن، بيسجل، بيكتب رقم التليفون بتاعه ورقم البطاقة بتاعته، وبيكتب اسمه ويعمل باسورد لنفسه، بيعمل له أكاونت، بيعمل له حساب، بيدخل بيسجل بياناته الأساسية، اسمه ورقم التليفون، والموقع ده ممكن يفتحه ويدخل عليه في أي وقت. طيب ده كويس. أول ما بيدخل حضرتك بيقرأ بقى الوثيقة بتاعت المسابقة اللي هي الفكرة الأساسية، يقدر يشوف الكتب، يقدر يبتدي يحضر نفسه في القراءة، يقدر بعد مرور شهرين في تاريخ معين احنا مدينهوله على الموقع هيجي له تليفون يقول له ادخل الساعة كذا للاختبار، فبيدخل يختبر بيطلع النتيجة. في الامتحان الأول يجتاز من 50%. نعم. بعد شهرين تاني هيدخل امتحان تاني بيجتاز من 70%. وبعدين ده كله أونلاين، بيصحح أونلاين يعني في دقيقة واحدة. والله عملية مغرية جدا. أنا لو من اللي بيحب القراءة يدخلوه في الآخر خالص، لو احنا عايزين نختار بقى المية من وسط اللي ناجحين فاحنا بنقول له لخص 10 كتب ونديله فورمات كده، يعني بيلخص فيها الكتاب ويكتب رأيه في الكتاب وينقد الكتاب، واحنا بناخد الحاجة دي بنصححها من خلال لجنة وبنعلن بقى الميت واحد وبنجيبهم بقى الاسكندرية. والله تجربة تستحق. هنتابع معاك يا دكتور، بس حضرتك قلت لي في جايزة تانية. الفكرة بتاعت الجايزة فكرة مختلفة في تكوينها. صحيح. لا، أهدافها أنبل من مجرد الفلوس. هنعمل في المستقبل خلال شهرين هنعلن جايزة مكتبة الاسكندرية العالمية. الله. يعني هتبقى في جائزة عالمية، في واحدة في العلوم الطبيعية وواحدة في العلوم الإنسانية والاجتماعية والأدب. مين اللي هيمولهم دول يا فندم؟ ده احنا عندنا تمويل، احنا المكتبة فازت بجوائز، فاحنا عندنا رصيد في المكتبة من هذه الجوائز، فاحنا بنستخدمه في منح جوائز. اوكي. طيب الجوائز قيمتها قد ايه؟ اللي هي الجوائز الكبيره دي اللي هي بسيط من ايراد المكتبه برضو بنخصصه للجوائز، واحنا واخدين منها موافقه على من مجلس الامنه وطبعا يعني احنا كمان فاتحين التبرع، يعني لو في اي حد عايز يدعم هذه الجوائز، عايز يعمل منحه للمكتبه لدعم الجائزه، احنا فاتحين طبعا من رجال الاعمال او من المؤسسات المختلفه، فطبعا مفتوحه. الجوائز العالميه دي قيمتها قد ايه يا دكتور؟ كل واحده بمليون جنيه يا فندم. الله الله. طب ده رائع، ده رائع. ربنا يوفقك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم، وشكرا ومشكرين جدا على الاستضافه. ربنا يخليك دكتور احمد زايد، مدير مكتبه الاسكندريه.